سورة قاف من أولها. يا رب يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسورة قاف هي السورة رقم 50 من أول المصحف، بترتيب المصحف من أول الفاتحة تبقى رقم 50، السورة 50. المصحف كله 114 سورة، هي رقم 50. سورة مكية بالإجماع، نزلت بعد سورة المرسلات، آياتها 45 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. قاف من الحروف المقطعة، سر من أسرار القرآن، قيل فيها ما قيل وما زالت سر من أسرار القرآن. والقرآن المجيد، الواو واو القسم، والقرآن المجيد مقسم به، والمجيد هو العظيم الذي لا يطال مجدا وعزة وشرفا، فعيل بمعنى فاعل، مجيد بمعنى ماجد. تفضل يا سيدي. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. نعم، بل عجبوا، بل حرف إضراب، عجبوا أي الكفار أن جاءهم منذر منهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب. تعجبوا من إرسال رسول من جنسهم وكذلك من البعث والنشور، شيء عجيب. تفضل يا سيدي. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، يعني البعث والنشور بعد الموت أمر مستبعد في أذهان هؤلاء الكفار. أَإِذَا مِتْنَا، إذا متنا، قراءتان، متنا ومتنا، اللي يقول متنا نافع وحفص والأصحاب، يعني الكوفيون ما عدا شعبة اللي هو حمزة والكسائي وخلف وحفص، وكذا نافع يقولوا إيه متنا بكسر الميم، وباقي القراء متنا بضم الميم زي إيه لغة المصريين العامية، متنا، والمعنى واحد. أإذا قالون وأبو عمرو وأبو جعفر يسهل الهمزة التانية مع إدخال، مع الإدخال يعني إيه؟ يدخل ألف، يسهل الهمزة التانية ويدخل ألف. إذا متنا، إذا متنا، وباقي القراء بإيه؟ بتحقيق الهمزتين. أما ابن كثير وورش ده بغير إدخال. تفضل يا سيدي. وإذا طبعا الهمزة الأولانية همزة استفهام استنكاري، يقصد الإنكار، يسموه استفهام استنكاري وليس استفهام لطلب جواب، ولكن هذا استفهام يستنكر ما يستفهم عنه عقلا وإيه وقلبا، فهو لا يؤمن بالبعث والنشور إيه لعدم إيمانه بقدرة الله عز وجل. تفضل يا سيدي. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. سبحانه وتعالى قد علمنا، وقد هنا بمعنى بل أيضا، بل علمنا، وهي تفيد التحقيق، لأن قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، قد علمنا، إنما لما تدخل على الفعل المضارع تفيد التشكيك. قد علمنا زي ما تقول انت قد ينجح الطالب البليد،
قد ينجح الطالب البليد، ممكن ينجح بس الاحتمال بعيد، فهمت بقى؟ لكن لما تقول ايه قد نجح كل مجتهد فتفيد التحقيق، يبقى لما تخش على الفعل الماضي تفيد تحقيقا، واذا دخلت على الفعل المضارع تفيد تشكيكا. كويس، هنا دخلت على الفعل الماضي قد علمنا، يبقى ايه يعني ايه تحقيقا، ما تنقص الارض منهم باكل اجسادهم وتحويلها الى تراب، يعلم الله ذلك جيدا، وعندنا كتاب حفيظ اي يحفظ كل هذه الاجساد ويعيدها مره اخرى على هيئتها التي كانت عليه، وعندنا كتاب حفيظ يعني يحفظ، حفيظ بمعنى حافظ ومحفوظ، معنى فعيل، فعيل بمعنى فاعل ومفعول. يلا يا سيدي. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، والحق اللي هو الرسول وما جاء به من وحي، يطلق على كذلك كله الحق. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، مضطرب يعني، مرة يقولوا ساحر، مرة يقولوا كاهن، مرة يقولوا كاذب، فهم مضطربون في الحكم. فمرج الأمر يعني اضطرب الأمر، مرج البحران يعني ايه تداخل في بعضهم البحر، فهمت؟ يبقى مرج بمعنى تداخل واضطرب. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، بصلة ميم الجمع عند ابن كثير المكي وأبو جعفر وقالون بخلف عنه. تفضل يا سيدي. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ثم صرفهم إلى أمر يرونه بأعينهم وحسهم يدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى، لأنهم استبعدوا قدرة الخالق على الإعادة، فبيقول لهم انظروا إلى الخلق كيف دبرته بهذا الأمر، بهذا إيه النظام البديع المحكم، فالقادر على البداية هو القادر أيضا على الإعادة. أفلم ينظروا أي نظر عبرة وتفكر وتدبر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، زينها بالنجوم، وما لها من فروج يعني لا تجد فيها شقوق، فروج بمعنى شقوق. تفضل. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. والأرض مددناها يعني في ظاهر النظر أنها ممدودة، بحيث أنك تنظر إليها كأنها ممدودة مفروشة. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وهي الجبال تثبت إيه هذه الأرض وإلا تتزلزل وتنشق. وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج يعني من كل نوع، يبقى من كل زوج هنا من كل نوع وصنف. بهيج، بهيج يعني ايه؟ يعني يسر الناظرين، أمر بهيج يعني ايه؟ يعني يسر الناظر إليه من جماله، مبهج يعني، بهيج بمعنى مبهج يعني مفرح. تفضل يا سيدي. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة يعني ايه؟ عظة. وذكرى يذكر العبد الرجاع إلى ربه بقدرة مولاه على البدء والإعادة والتدبير والخلق والرعاية والعناية. منيب يعني رجاع إلى ربه. منيب يعني ايه؟ يعني رجاع الى ربي، كلما ابتعد بشهوته عاد الى مولاه بمجاهده نفسه، وكلما ابتعد بمعصيته عاد الى مولاه بالتوبه، وهكذا، وكلما غفل عن ذكر مولاه عاد الى مولاه ذاكرا نادما.
عازما على الطاعة. تبصرة وذكرى، هيبقى فيه إمالة عند من يميل. ذكرى لكل عبد منيب راجع إلى مولاه، يبقى منيب يعني راجع إلى مولاه. اتفضل يا سيدي. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. جنات، فين بقى نون الغنة؟ نون مشددة غنة. يا تاني قول. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. نعم، ونزلنا من السماء ماء مباركا، وهو المطر. مباركا يعني كثير الخير، ينبني عليه كثرة الخير. فأنبتنا به أي بسببه جنات وحب الحصيد. وحب الحصيد اللي هو الحب المحصود، وهو البر كالقمح والشعير والأرز، كل ده اسمه ايه؟ حب الحصيد بمعنى المحصود. اتفضل يا سيدي. والنخل باسقات لها طلع نضيد. نعم، والنخل باسقات يعني مرتفعات، ادي معنى باسقات، تجدها مرتفعة كده واقفة شامخة. والنخل باسقات ولها، باسقات لها طلع نضيد، والطلع اللي هو ايه؟ الثمر، ونضيد يعني مرتب فوق بعضه البعض. يلا يا سيدي. رزقا للعباد ايوه. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. رزقا للعباد، اي كل ذلك رزقا للعباد، اللي هي الجنات وحب الحصيد والنخل وما فيه من ثمر، كل ده ايه؟ رزقا للعباد. رزقا للعباد وأحيينا به، يعني أحيينا بهذا الماء بلدة ميتة، بلدة ميتة. ميتة أبو جعفر، ميتة دي قراءة باقي القراء. كذلك الخروج، زي ما بننبت الأرض الميتة كده، كذلك تخرجون من الأرض كالنبات، لأن الأرض تأكل من السنان كل شيء إلا عجب الذنب. وعجب الذنب ده عبارة عن إيه؟ حبة ضئيلة جدا موجودة في آخر العمود الفقري، والأرض تأكل من الإيه؟ الجسد كله ما عدا هذه، هذا الجزء، فيبقى كالحب الصغير الذي يخرج منه شجرة الجسم. يومي لما ربك يريد البعث والنشور تمطر السماء بمطر الحياة والنشور، فتنبت الأجساد من عجب الذنب كما تنبت إيه الأشجار من الحبوب والنوى. المثال مثال واضح. والأرض تأكل جميع أجساد الموتى إلا أجساد الأنبياء والشهداء والصديقين، كويس، وتأكل جميع كل ابن آدم إلا عجب الذنب. عجب الذنب اللي هو يتبقى منه ايه؟ كالحبة بالنسبة ايه؟ للشجرة، او النواة بالنسبة للشجرة. فزي ما بتشوف الارض كده ميتة والحب مدفون فيها، ينزل المطر يقوم تخرج الشجرة، كذلك الاجساد تخرج من القبور بايه؟ اذا اراد الله بان يمطر عليها مطر البعث والنشور فتنبت. علشان كده ايه؟ كذلك الخروج، اي الخروج من القبور، كما يخرج النبات من الأرض تخرج الأجساد من القبور. وهذا مثال واضح يراه كل الناس. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكري الغافلون.